تطبيق إيفرنوت. تطبيق إيفرنوت هو أحد أفضل التطبيقات للتدوين وحفظ الملاحظات والمستندات. فالحين هذا شكل التطبيق من الخارج في أخضر، فراح ندش على التطبيق. أول ما ندش على التطبيق راح يعرض لنا معلومات وملخص للتطبيق. احنا ما راح نحتاج المعلومات اللي يعرضها لان التطبيق وايد بسيط وسهل. اول ما ندش بعد راح نشوف تحت انه يطلب منا تسجيل الدخول باستخدام الايميل او بايميل جوجل، فانا مسوي هالخطوة من قبل. فراح ندش على التطبيق الحين. هذا شكل التطبيق من داخل. فأول شيء الحين راح نشرح اللون الأسود اللي تحت والأيقونات اللي فيه. أول أيقونة اللي على شكل الصفحة على اليمين بالخط الأسود على اليمين، هذه للنوتس والنوت بوكس. الأيقونة اليمها اللي على شكل مكبر هي للبحث، والأيقونة اللي على شكل زائد هي لإنشاء نوتس، والأيقونة اللي يمها النجمة هي لإنشاء اختصارات، واللي يمها للملف الشخصي. أول شيء نبي نشرح النوت بوكس والنوت. أولا فائدة النوت بوكس هي لتجميع الملاحظات اللي تتضمن نفس الموضوع أو تندرج منه. فإذا إحنا نحط مواضيع وايد، مثلا درجات المواد في كل مادة نوت بروح، ممكن نجمعهم في نوت بوك واحد اسمه الدرجات علشان تسهيل وصول الدرجات. فالحين نبي نشوف شلون ننشئ دفتر ملاحظات جديد. أول شيء أول ما ننزل التطبيق، هو التطبيق نفسه راح ينشئ لنا دفتر ملاحظات اسمه دفتر الملاحظات الأول. فإحنا إذا نبي ننشئ واحد ثاني نختار زائد المكتوب يمنا نيو نوت بوك. فمثلا قلنا نبي ننشئ دفتر ملاحظات اسمه الدرجات، أقول ما نكتب اسمه نقيب كرييت. صار عندنا دفتر ملاحظات جديد. فالحين لما ننشئ ملاحظة جديدة راح نختار وين المكان اللي بتتسيب فيه. فنحط التايتل مثلا علم الأصوات. نبي نسيب هذا النوت في نوت بوكس، في نوت بوك الدرجات. فالحين لما نروح على نوت بوك الدرجات راح نلقى هذه النوت. فالحين مثلا نبي نغير اسم النوت بوك، مو عاجبنا اسم دفتر الملاحظات الاول نبي نغيره. فشنو راح نسوي؟ راح نسحبها لليمين، نضغط على النوت بوك ونسحبها لليمين ونختار علامة رمادية، ممكن نغير اسمه. فانا بنخليه بس دفتر، مثلا نحط تغير اسم النوت، او مثلا نبي نحذف النوت شو نسوي النوت بوك. نفس الشيء نسحبه لليمين، نختار نفس العلامه ديليت نوت بوك. انزين الحين حذفنا النوت بوك بالغلط او النوت بالغلط، شلون لو نبي نسترجعه؟ شلون ندش عليه مره ثانيه، ليش على الترش؟ وهذه نوت أنا بسويتها من قبل وأبي أسترجعها، فراح أدش عليها في ثلاث نقاط فوق مثل ما تشوفون، نضغط عليها ونحط ريستور نوت. فراح نلقاها تسيفت في هذا النوت بوك.
أوكي. فالحين إذا نبي نغير مكان حفظ النوت، أول شيء ننشئ نوت بوك جديد عشان نطبق عليه. أنا مسيفة هالنوت في نوت بوك درجات. إذا بيغير مكان شلون؟ في تحت مكتوب نوت بوك درجات، فوق قصدي، نختار عليه، نضغط عليه ونختار النوت بوك الثاني، فصار متسيف هني. فالحين إذا نبي نسوي اختصار للنوت، بدل ما ندش على نوت بوك واحد واثنين وندور النوت اللي نبيها، مثلا راح ندش عليها من أول نوت، نكتب بحث باسمها وراح تطلع لنا، أو إنه نسوي لها اختصار. في طريقتين للاختصار بواسطة هذا الابليكيشن، يا إن نسوي اختصار في الابليكيشن نفسه، ندش على الابليكيشن ونطلعها بسرعة بالشورت كاتس، هي عن طريق add to shortcuts، أو إنه create a series shortcuts. يعني نظام الآيفون في عندنا النظام الصوتي، فلو نختار create a series shortcuts عشان نشوف، فممكن نسجل صوتنا عن طريق النقطة الحمراء، نقول open note، مثلا تربية الفئات الخاصة، فهو راح يبطل لنا النوت. او انه مثل ما قلنا add to shortcuts، راح نشوفها وين في shortcuts اللي تحت recent notes اللي تطلع لنا، هذه اللي فوق، هذه النوتس الحديثة او لاخر نوت تم تعديلها. فالحين نبي نحذف نوت، قلنا move to trash، أو إنه ممكن إذا نبي ننسخ النوت نحط duplicate note علشان نسويها منسوخة، أو إنه move note قلنا تغيير مكان الحفظ إلى نوت ثاني، نوت بوك ثاني بالدرجات. وبكذي أنهينا القسم الأول من شرح التطبيق.